انا فرحانين بزاف بهذا التتويج. جا في واحد الوقيته اللي حنايا بصح كنا يعني مستعدين ليه من الاول ديال العام. خدينا الكاس العرش وموراها يعني بدينا الخدمه على البطوله. الدراري ما جابوا ما سعفهمش الحظ باش انهم يحققوا هذه البطوله، ولكن حنايا حاولنا اننا نعوضوهم فيها. فرحانين بزاف، لا مكتب لا لعابه لا الجمهور، كلشي فرحان الحمد لله. هو الانسجام وهو الصبر وشويه ديال التنازل صراحه، يعني الواحد الا كان تيتنازل شويه الواحد الاخر كدوز الساعه. وحنا هادشي اللي كان بيناتنا كانوا مشاكل كاي فريق، كاع الفرق فيهم مشاكل، ولكن تجاوزناهم بالانسجام وباب الصبر. كاين فرق، كاين فرق كبير ما بين الدراري وما بين البنات، والبنات دائما تتلقاهم هما في المرتبه الثانيه، ما عمرهم تيكونوا في المرتبه الاولى. كاينين شي فرق مغربيه اللي تيفضلوا الاناث، ولكن نقدر نقول لك وحده ولا جوج، مي فريق مجد طنجة اناث وذكور بنفس المرتبه الحمد لله، عاطين اهميه هنا وهنا. هادشي اللي خلانا اننا نبانوا، سينو كنت مع فرق وحده اخرين اللي ما كانوش يعطيو اهميه بزاف للبنات، وكنا كنكونوا دوزيام بلاص دائما. في صغري كنقول تنتعرض بزاف ديك الهضره ديال تكوني بحال الدري، غتلبسي بحال الدري. لا الحمد لله ما كنلبسوش بحال الدراري، بحالنا بحال البنات، ولكن عندنا واحد الكوتي واحد اخر اللي هو سبورتيف، كوتي بروفيسيونيل. ملي كنكونوا في التيران كنكونوا بحال الدراري ونورمال، لان لونترينمون اللي كنديروا وواحد اللياقه اللي خصنا نكونوا فيها بحالنا بحال الدراري. نقدر نقول لك اننا كنترينيو ماشي بلو ميم نيفو ديال الدراري، ولكن لو نيفو اللي هو طالع ماشي عادي. كنترينيو دو فوا باغ جوغ، ماشي حتى يعني كل نهار. مولفنا وعرفنا بانه هذاك لو نيفو خصنا نكونوا فيه باش نحققوا القاب. صعيبه، انا دابا تقريبا شي 10 سنين وانا خدامه، كانت في الاول صعيبه، مي من بعد ولفت وليت تنقدر نوازي ما بين الخدمه ما بين الباسكت. بالعكس وليت تنفرح انني تنسالي خدمتي ونمشي نتريني، كنتسنى غير تنسالي، واخا مزيره في الوقت ولكن ما كاينش مشكل. أسوأ لحظة نقدر نقول لك فاش خسروا الدراري، كنا حسينا بشوية ديال الخلعة، لأنه كنا بغينا حنايا يعني طمعنا، خدينا كأس العرش دراري وبنات ولينا بغينا حتى البطولة دراري وبنات. خسروا الدراري وحنا نتقصحوا، قلنا عندك حتى حنا نزقلوها، مي مني ربحنا كانت أجمل لحظة. الطموح ديالنا، الطموح ديالي أنا بعدا هو أن الفريق يستمر، أنا كنتمنى أن الفريق يستمر. عرفتي واحد الكوميتي غزالة، واحد الدراري باقي صغار وكيعرفوا شنو كاين في الباسكيت، والدراري شنو خاصهم اللعبات شنو خاصهم. جيسبيغ ان ماتش طنجة ما يكونش هذاك الفريق ديال خمس سنين وصافي، تزيد لقدام ولا زاد تنقدروا نزيدوا معاه. تنهنئ بزاف الجماهير اللي جات شجعتنا في الماتشات كاملين، وسيرتو في الماتش الاخر في البطوله. وصراحه الله ماتش طنجة ولا عندها بوبليك، وهذا هو الحاجه اللي زوينه هذا العام بخلاف الاعوام اللي دازت. وكنتمنى هادشي يكون الاعوام الاخرى، ويبقى دائما ماتش طنجة عاقلين عليه فريق ديال طنجة، لا كاين لا اول ولا ثاني، فريق طنجة وصافي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.